خلوني اخد معايا على التليفون دكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئه متحف الحضاره. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ بيه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. موكب المومياوات يشكل ايه للدكتور احمد غنيم ومتحف الحضاره تحديدا؟ موكب المومياوات الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه هو كان إبهار للعالم كله، إبهار لقدرة مصر على إحياء حضارتها وتاريخها وقدرتنا على الحفاظ على التراث واحترام جدودنا من المصريين القدماء، ولكن أيضا هو أعاد للمصري الثقة بشكل مبهر، حسسه بعزة نفسه وببلده بشكل مبهر، وضح له قد ايه البلد فيها عراقه وفيها قدره على الحفاظ على هذه العراقه. ده بالنسبه لرايي الشخصي. اما عن متحف الحضاره فهو كان احلى واكبر دعايه عالميه مجانيه لافتتاح هذا المتحف. هو كان احتفال بحاجتين، موكب المومياوات وافتتاح المتحف القومي للحضاره المصريه. فلم اكن اتمنى، كنت دايما بفكر ازاي هنروج للمتحف وافتتاحه ومحتاج ميزانيه قد ايه. فجاء هذا الاحتفال ليروج للمتحف مش بس لافتتاحه ولكن لسنين قادمه، لان لو نرجع بالذاكره كان تم وقت الاغلاق وكانت الناس قاعده في بيوتها وكان يوم السبت بعد الظهر، فشاهدوا كل دول العالم ونقلته كثير من وسائل الاعلام عالميا وبدات الترويج له بشكل مستمر. يعني أنا ما زلت إلى الآن كثير من الناس اللي بتيجي سواء مشهورة أو غير مشهورة، أفواج سياحية من كل دول العالم عايشة على ذكرى هذا الموكب العظيم وهذا الافتتاح المهيب. عظيم جدا. طب دكتور أحمد، يعني أنا أشوف أنه طب أنا عملت موكب المومياوات ومتحف الحضارة وقلنا ده بنشمارك يخوف بصراحة، انه بعد كده هنعمل ايه؟ ثم حصل موضوع طريق الكباش فلقينا انه هو احنا طول الوقت بقينا وكاننا عندنا يقين حقيقي ان احنا قادرين مش بقى على ان احنا نستنسخ التجربه، لا وبجود عليها. فده خليني هفكر الحقيقه بصوت عالي معاك يا دكتور، هو انا كده البنش مارك بتاعي هيروح لحد فين؟ لا، البنش مارك طبعا في افتتاح المتحف الكبير عالي جدا وتوقعات الناس عليت جدا، وده بيحط تحدي كبير على القائمين على هذا الامر من مختلف الجهات ووزاره السياحه والاثار، ان افتتاح المتحف الكبير يكون لا يقل بل يزيد عن ما تم من مجهودات في المتحف الحضاره وفي طريق الكباش. زي ما حضرتك بتقول هو تحدي كبير قوي للمصريين كلهم انهم يبتروا العالم بشكل مختلف وبشكل بيعتمد على العراقة والحضارة المصرية والتراث. ده مما لا شك فيه. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وأتمنى أن احنا نلتقي قريبا جدا قوي خالص، وكل سنة وحضرتك طيب. دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة.